السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم سمونة صبحي وانتم دلوقتي على قناة يوسف آسر تي في. النهاردة هنقرأ مع بعض كلمات listen to، يعني الدرس الثاني من كتاب بيت باي بيت. هنقرأ الكلمات ونقرأ الدرس وكمان نحل تدريباته. يلا قبل ما نبدأ دوس لايك، يلا لايك دلوقتي علشان تدعم القناة، وكمان اعمل اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفني عشان يوصلك كل درس وكل فيديو جديد من كتاب بيت باي بيت. طيب عندي هنا صفحة 23، يلا هات معايا بص كده الصفحة دي يا بطل، صفحة 23 في الكتاب. الصفحة اهي دي شكل الكلمات، يلا اقرأ معايا. في عندنا هنا البي خفيفة، بي خفيفة يبقى بوك، بوك كتاب، بوك كتاب، بوك كتاب، بوك 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 كتاب، بوك كتاب، يلا قول ورايا بوك كتاب. بي بي نحلة، بي نحلة، بي نحلة، بي نحلة، بي نحلة، بي نحلة، بي نحلة. بس بس أتوبيس، بس أتوبيس، بس أتوبيس، بس أتوبيس. باج باج شنطة، باج شنطة، باج باج باج. بلو أزرق، بلو أزرق، بلو بلو بلو. عندنا هنا بقى النحلة النشيطة، طبعا خدناها في الشخصيات في الكاركترز بتاعت اول درس، الدرس بتاع الفيديو اللي فات، اسمها بيزي بي. بيزي بي يعني النحلة النشيطة، بيزي بي، بيزي بي، بيزي بي. بيزي اصلا يعني مشغول، يبقى بيزي بي النحلة المشغولة او النحلة النشيطة، بيزي بي، بيزي بي. طيب تعال نشوف، طبعا لازم تحفظ الكلمات دي كويس جدا جدا جدا. هتحل الصفحة دي، هتنزل بيها طبعا كل كلمة تنزل بيها عمود. طيب تعال نشوف بقى، عندنا هنا الصفحة دي اللي فيها الفراشة دي هتلونها، يعني عندنا هنا عندنا حرف البي، هنا هتلون هنا يلو حرف البي، هنا بلو، هنا حرف نمبر 1. هتلون هنا لما يقول لك حرف البي، البي الخفيفة اهي، يبقى تلون هنا بحرف الايه، حرف الازرق، هتلون باللون الازرق، حرف البي تلونه باللون الازرق، تمام. طيب البي اللي هي الكابيتال هتلونها باللون الاسود اللي هو زي اللي فوق ده. طيب عندنا حرف البي تاني اللي هي نمبر 1 ده هتلونها باللون الازرق، يعني اللي فيها واحد هتلونها باللون الازرق اللي هي فيها 1. طيب اللي فيها بي خفيفة اهي، اللي فيها حرف البي الخفيفة دي هتلونها باللون الاصفر، اي بي خفيفة باللون الاصفر. طيب البي التقيلة هتلونها باللون الايه، باللون الاسود، بلاك اسود، تمام كده. يبقى البي التقيلة اسود، والبي الخفيفة يلو اصفر، ورقم 1 ازرق، تمام كده. طيب تعال نحل، مش مهم الصفحة دي قوي، ماشي مش مهم دي، يعني لو مش عايز تلون بلاش خلاص، اهم حاجة الصفحة دي اللي هي صفحة كام، 27، صفحة 27. تعالى بقى في صفحة 27 نشوف احنا هنا هنعمل ماتش، ماتش هنوصل. طيب احنا اتفقنا ان احنا مش هنوصل، هنكتب الحرف عند الكلمة. طب عندي بوك كتاب يبقى حرف الدي، يبقى حرف الدي. طيب هنا بس اتوبيس حرف البي، يبقى حرف البي. بلو ازرق حرف السي، يبقى اكتب حرف السي. طيب باك شنطة حرف الاي، اكتب حرف الاي، تمام كده يا بطل. يبقى عندي كل كلمة اروح على الصورة بتاعتها، الصورة تحتها حرف، اخد الحرف واروح عند الكلمة اكتبه، تمام. طبعا هنا باك شنطة حرف الاي اهو، بحرف الاي ممكن اوصلها بقى بعد ما خلصت كده، اوصلهم بقى ببعض كده. طب مش عايز توصلهم خلاص، هما كده تمام، انت كتبت كده الحروف كده تمام، ماشي. طيب تعال نشوف هنا بقى الحرف الناقص، هنا عندي الكلمة ناقصها حرف، يلا نشوف ايه الحرف الناقص ونكتبه. هنا اتوبيس يبقى ناقصها حرف البي، يبقى بس اتوبيس. هنا بي نحلة ناقصها حرف البي. طب بلو ازرق ناقصها حرف اليو. باك شنطة ناقصها حرف البي. طيب تعال نشوف هنا الكلمة متلخبطة وعايزنا نرتب الحروف، بوك كتاب بي او او كي، وخلي بالك امشي الحروف بين السطرين. طب بلو ازرق بي ال يو اي.
طب بي نحلة بي دبل اي او اي اي. طب باص اوتوبيس بي يو اس. طبعا سهل خالص وما فيهوش اي حاجة. طيب تعالى نشوف هنا صفحة 28. هاتلي الصفحة دي صفحة 28. لو في حاجة صعبة عليك او حاسس ان انا بتكلم بسرعة وقف الفيديو واكتب معي. هنا بلو ازرق عايز نكتب بقى الكلمة كلها، يبقى بي ال يو اي. طيب بوك كتاب بي او او كي. طب هنا باص اوتوبيس بي يو اس. بي نحلة بي اي اي. احفظ معايا بقى طول ما احنا بنكتب كده. طب تعالى نعمل جملة، يلا نعمل جملة كده على بي نحلة. ممكن اقول ايه؟ ات از ا بي، انها تكون نحلة. طب عايز اعمل جملة على باص، ممكن اقول انا ارى، يبقى اي سي ا باص. اعمل جملة على بوك، عايز اقول انا عندي كتاب، يبقى I have a book. طيب بلو ازرق، عايز اقول هذا يكون ازرق، this is blue. طب ممكن اقول انا احب الازرق، يبقى I like blue. تمام. طيب تعال نشوف بقى هنا الكلمات. بيقول لي look choose and complete، يعني انظر واختار واكمل. هنا it's it is هي اللي هي i t i s، بس الاختصار بتاعها اللي هي it's، اشيل الاي واحط ابوستروفي مكانها. it is انه يكون لغير العاقل. it's ايه؟ طبعا ده لون ازرق، يبقى اختار بلو، اشطب على بلو كده واكتبها هنا بلو ازرق، يبقى انا خدت بلو. طيب دي باك شنطة، يبقى it's a، اخد باج من فوق اشطب على باج واكتبها a bag. طيب هنا ده باص اوتوبيس، يبقى اشطب على باص اوتوبيس من فوق كده واكتب باص بي يو اس. طيب عندي هنا بي نحلة، اخر كلمة بقى بي نحلة بي اي اي. طيب هنا بقى الكوبي، كوبي يعني خط، زي الدرس اللي فات او الفيديو اللي فات، حاول اقلد الخط اللي فوق ده. طبعا هنا ادوس عليه الاول، ماشي، ممكن ادوس على النقط دي الاول كملها، وممكن اكتبها تحت. طبعا اكتبها كده بخط جميل، التي بتبقى فوق السطر، اتش اهي، وبوك كتاب البي بين السطرين او او كي. خلي بالك ان التي المفروض ان احنا يعني ايه نجيبها على السطر اللي فوق ده كده، يعني الحرف التي اهو على السطر اللي فوق كده عشان تبقى مظبوطه، يعني تبقى على السطر من فوق. ذا بوك از بين السطرين، وبعد كده كلمه بلو، البي بين السطرين، ال تطلع فوق السطر، اليو بين السطرين، والاي بين السطرين. طبعا البي الخفيفه العصايه بتاعتها فوق السطر. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش تحفظ الدرس كويس قوي وتعمل جمل على كل كلمة، اعمل جمل على كل كلمة، وما تنساش اللايك، يلا دوس لايك دلوقتي قبل ما تمشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.